صباح الخير مرة جديدة وتحياتنا لكم مشاهدينا إذا انضميتوا لنا هلا. قبل ما نتابع فقرات لايف لليوم خلينا نذكركم شو ناطركم الليلة خلال السهرة على الام تي في. محبي دراما وانتم كتار بلبنان عم بتابعوا عبر شاشتنا عدد من أجمل الأعمال. من التنين للجمعة بعد الأخبار حوالي الساعة 8:30 انتم على موعد مع أحداث جديدة بالدراما الاجتماعية علاقات خاصة. هالمسلسل بعرفنا على 5 أزواج كل واحد عندهم قصة وهي قصص أكيد من واقع مجتمعنا، هالقصص بتتشابك ببعضها وعم تتطور حلقة ورا حلقة. خلينا نشوف هالمشهد من علاقات خاصة. صباح النور. ثانك يو. اجي كتابين كثير. يبدو مش نايمة منيح. صاحبتي صاير معها مشكلة. خير. صاير معها مشكلة هي وجوزها وشكلهم رح يطلقوا. إيه؟ بعرفها؟ لا كنت معي بالجامعة. طب وليش رح يتطلق؟ في حدا عم بيلعب معها لعبة بشعة، طبق لها صور هي وحدا وبعتهم لجوزها. وما تقولي لي صدق. للأسف إيه. يا حبيبتي كلنا عارفين إنه صار في شيء بالدنيا اسمه فوتوشوب، يعني ممكن أي حدا يركب صورة لأي حدا مع مين ما بدي، وكلنا معرضين لهالشيء. خدي أنتي مثلاً، مرة حلوة كتير، زوجة رجل مهم وديرة شركة كتير كبير، ممكن أي حدا بغار من نجاحك يطبق هيك صور ويوصل لي إياهن، ببقى أنا بصدقه. يا ريت هو بفكر مثلك. ولو العالم كيف صايرة بتفكر. مجموعة من أبرز نجوم الشاشة اللبنانية والعربية برفقكم بهالعمل. كونوا على الموعد الليلي مشاهدينا بعد الأخبار مع حلقة جديدة من الدراما الاجتماعية علاقات خاصة. أما هلأ رح ناخد استراحة قصيرة ومن بعدها منتابع حلقتنا مع فقرة فاميلي. خليكم برفقتنا.